متابعين ومن الصحة النفسية إلى الموضة، ومش حيالها موضة، مودة الشباب. بوجور شانتال. بوجور نسيم. كيفك؟ كثير منيح. ليه اخترتوا هيك مودة الشباب هلا؟ أنا كنت حابة غير لها جو لريف وطلعت عدوي. بس يوم رح أجمل، رح أحكي عن الاثنين، وزيادة كمان لأنه مودة الشباب السنة غريبة شوي. بعرف أنه نحن تقليدية بالطريقة اللي الشباب والرجال بيلبسوا عنا، بس في ترندز عالمية، في إشياء معقول نتقبلها، في إشياء هيك رح أخذ رأيك فيها قديش معقول تتقبل تشوف شخص لابس هيك إشياء ونحكي عنها سوا. أنا جمالت هيك من إشياء من الرانويز من ميلانو من باريس، كل شيء شفناه هالسنة، وهيك جمعتهم بصور لنشوف سوا شو هي آخر صيحات الموضة عند الرجال. يعني خريف وصيف، بالصيف وبالخريف عم تحكي؟ بالصيف وبالخريف الاثنين. هلا هو الفرق بيننا وبينهم أنه نحن عادة عنا ألوان معينة بتدرج بكل موسم. نحن شو دارج عند البنات هيك يعني سريعا؟ نحن شو دارج عنا؟ دارج عنا البوب كولورز القوية، مثل اللون اللي أنت لبستيه، الكتريك بلو، الفوشيا، الأورانج، الفيولي، هالألوان القوية مع بعضها. دارج الناينتي ستايل، التنانير القصار، الباجي بانتس، اللو ويستد، رجع اللو ويستد، الاشياء اللي كان دارجه بالتسعينات كلها رجعت، قصات الجاكيتات اللي كنا نشوف اهالينا لابسينهم شوي مبرومين وعراض، هو اللي رجعوا درجوا. يعني اغلى اذا بدك بالاجمال موده الثمانين والتسعين هي مودتنا نحن هالسنه. بينما عند الشباب بنبلش في الصور، بنبلش نشوف الصور سوا لنشوف شوي شو دارج عندهم. رح نبلش باول صوره لليوم، اول ترند رح احكي عنه لليوم عند الشباب هو انه دارج يلبسوا الكارديجان، يلي هي الكنز اللي بتبقى شوي معرقه او مزيحه عاده فوق السوت، فوق البدله او فوق الشميز. هيدا عاده نحن بنشوف الرجال بيلبسوا البول فوق الشميز. مزبوط. تحت الجاكيت اذا كانوا بدهم يتقلوا البدله بالشتويه، بينما هلا دارجه انها تنلبس فوقها بس عن شرط انه تكون اوفر سايز، يعني مش تكون بس حلوه. انا بحب هيدا ستايل للشباب، يعني انا ما بستغربها هيدا. ايه هيدي كثير حلوه وبتلبق للكل، يعني بتلبق للشباب وبتلبق للرجال الكبار، حتى الاشخاص الرسميه او التقليديه بحلو انه يلبسوا هيدا ستايل. وساعتها بيرجع كل واحد حسب اللون قديش هو جريء بالالوان. ومن الاشياء اللي دارجه كثير عندهم، كانت دارجه عندنا بالسنه الماضيه، هي الوان الديجرادي بالتي شيرت وبالكنزات مع بعض. رح نقول على تاني ترند عند الشباب رح احكي عنه لليوم، يلي هو الجيلي او الكارديجان البلكم. بس هون بلشنا شوي رح قويهم شوي 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 شوي. من الاشياء اللي دارج انه يلبسوا بلكم والكنزه او التي شيرت، وبعرف انه في كثير اشخاص ما بتحب وتحتهم شو بينلبس؟ بده ينلبس شميز او بده ينلبس فيه ينلبس شميز مثل ما درج بمودتنا نحن السنه الماضيه، او فيها تكون لحالها، يعني حتى التي شيرتس دارجين بلا كم اوفر سايز او الكارديجان مع ميد رايز جينز، اللي هو البنطلون اذا بدك اللي بيوصل على النص، مش ما بيبقى لو رايز، ما بيبقى واطي. يعني هيدي من الاشياء اذا بدك الجديده اللي دارجه عند الشباب، وبعرف انه في اشخاص كثير ستايلش بتعرف تلبس هذا الترند، وهيك اشياء ما بتلبق للكل. وبالنهاية عند الرجال كتير نحن الكل بيلبق له انه يلبس على الموضة، عند الشباب بترجع لكل واحد شخصيته كاركتره شو بيشتغل كيف طبعه، يعني ما بتحس انه كلهم بيلبق لهم يلبسوا. واصلا يعني شانتال الشباب يلي جريئين هيك يروحوا يلبسوا على الموضه، يعني انا اصلا بس اسمع شاب انه عبالي اعرف شو دارج لقلبه بستغرب. ليه؟ لانه يعني عن جد قليل. هلا عم بتزيد شوي، بلشت تشوف انه الاشخاص بتحب اكثر انها ترتب حالها وتكون انسان، خاصه انه السيدات بتنتقدهم كثير هلا، وصرنا ناطرينهم بشو بيلبسوا كيف يرتبوا حالهم. بس كثير مهم، انا بلاقي انه كثير مهم انه على القليل يعرفوا شو الاشياء المرتبه. بس تطلعي بالدوز. هون بعرف انه هذا الشيء ما معقول نحن ابدا نتقبله، حتى انا شخصيا ما بتقبله، بس بيلبق للاجانب، ما بيلبق لنا نحن، مع انه في شيء فيه دمج هون. نحن بتشوف انه الرجال عنا بيلبسوا العبايه، العرب بيلبسوا العبايه الطويله، هي ذاتها درجة على شوي اقصر، او حتى انه في كثير ملابس تقليديه ببلاد تكون فيها التنوره الطويله او التنوره القصيره، شفناها كثير على الرانواي.
مع انه بعرف انه والاوفر سايز كانه كثير بعده عطول. ايه هلا يعني افضل بكل شيء تكون هي خاصه هيك شغله تكون اوفر سايز ما بدنا نشوفهم بتنانير قصار ضيقه، بس انه هيدا من الترندز اللي بدنا نحكي عنها اليوم، اللي بعرف انه معقول في كثير ناس ما بتتقبلها، بس بذات الوقت في ناس بتعرف كيف تلبسها. ايه. ونحن عندنا اياها يعني بالملابس العربيه موجوده انك تلبسي عبايه طويله. ايه. الفرق بس على الرنوي عاملينها بطريقه شوي اكثر ترندي. رح ننقل على الصورة اللي بعدها لنكفي بالترندز. هون رح نحكي عن البدلة الرسمية بالعادة، وعملت حلقة خاصة بس أحكي عن البدلة الرسمية عند الرجال. نعرف أنه البدلة لا تكون مرتبة على الرجال، بدها تكون واصلة تحت السانتور الجاكيت على قد الجسم، الكتف على قد على الدرزة، يعني هل التفاصيل الصغيرة اللي بتبين أنه التوكسيدو أو السوت مرتبة على الرجال، وأنه طوله على قد يكون ما يبين الإجر، الكلسات، كل هالتفاصيل الصغيرة كلها هلا هتمحيت، انشالت هالقوانين كلها، ودارج السوت الاوفر سايز. بس حلوين كمان انه مش بس مثل يعني مثل مزبوط مثل القديم، ما بعرف قديما ايه. حتى مرات بتشوفي الرجال غرقان بالبدله بتلاقيها مش مرتبه ايه. عليه يعني بتلاقيها مبهبطه، شيء اكبر منه مبهبطه. هلا دارج هلا كثير الاوفر سايز يعني. اوكي صح، حتى البنطلون يكون طويل، الجاكيت تكون لفوق الركبه، ينلبس تي شيرت تحت البدله او تكون بس فوق. هول شانتال منه يعني منه قطع كريتيكال انه تلبس الاوفر سايز، يعني بدها جسم ومنها هينه، بدها جسم، بدها عمر معين يعني. ايه؟ انا بلاقي الاوفر سايز له كمان عمر. ايه؟ يعني بلاقي انه رجال بمحل معين السوت لازم يضل سوت رسمي مثل ما هو. ايه؟ تقليدي مثل ما اللي بنعرفه يعني، اللي نحن بنعرفه. مزبوط. بس اكيد الشباب وبيلبق لهم انه شوي يكونوا، لانه اصلا بتلاقيها كثير رسميه عليهم، فيهم شوي يكونوا ترندي ويلبسوا الاوفر سايز سوت وبتلبق لهم. مزبوط. بس انا شخصيا ما بلاقي انه الرجال بتلبق ابدا انه يلبسوا اوفر سايز سوت بولا طريقه، يعني خاصه صح. بمناسبات رسميه بعدك لهلا ما بتتقبل الاوفر سايز سوت، هذا معتبر ستريت ستايل اكثر. ايه. وخليه يضل هونيك لانه ما منه او بيلبق لشباب هيك يعني، ما هيك بالعشرينات بحس يعني ممكن ايه يكونوا عشرينات حتى بالثلاثينات، بس انه هيدا اوتفيت ستريت ستايل يعني مش للاشياء الرسميه. والاكثر من هيك انه دارجين نسرين، ما بعرف اذا عم بتشوفيهم انه دارج ينلبسوا مع سليبرز. هلا دارج السليبرز الرجاله عم نشوفهم عند بالنسياغا وباليزيز اللي بتجي بباند وحده وعم يلبسون مع كلسات. ايه شفت على الانستا كثير اشياء. ايه هيدي من الترندز عند الشباب وعند بس البنات. بس كثير بشعه يعني مثل كانك لابسه شيء بلاطه يعني. صح هلا رح نشوف صوره لحال بس عن هالشغله. هون عم ننتقل شوي لنحكي عن الالوان. كنت عم بقول انه نحن عندنا بمودتنا دارج البوب كولرز القويه عند البنات. دخلك ايه؟ هولي عند الشباب. احنا عندنا دارج البوب كولر وكمان عندهم وعندهم دارج الباستيلات والالوان الديجرادي، يعني اللي هو هيدا الاوتفيت حتى الفوشيا هون. ايه ايه سوتس باللون الفوشيا، الباترند لوكس المعرقين الموردين. هلا من زمان كنا نشوف الكرافاتات الحرير تكون تبقى معرقه. انا بس كرافات هيدي شانتال انه شيء صغير بشيء راكب. ايه هلا كلنا سوا كلنا سوا يعني كلنا سوا، او حتى انه تكون سوت بالالوان الديجريدد. هون عم ننتقل شوي على ستيل تليانة، هذا منه شيء كثير غريب وبيلبق للشباب، ومعودين انه نشوف الشباب لابسينه، هو البرميودا او الشورتس. أوكي. حسب كل واحد شكل جسمه بيلبق له، عاده الاضعف الانحف بيلبق له الاقصر، ودارج على صوت كمان يعني هو الايطاليان ستايل اللي نحن بنعرفه انه ينلبس برميودا شورتس مع سوتد لوك، يعني مثل الاوفر سايز ستايل دارج كثير عند الشباب حتى على كاجوال، يعني تكون شميز نص كم فول مونوكروم لوك. هون رح ننتقل على اللون الاسود. هلا انا هلا هون خي رقنا واللون الاسود شو احلى عن جد، تحس ما في شيء ما بيعطي قيمته لحدا. لا ايه بتحسي خلص انه هيك حلو تشوف الشاب. قد ما كنت على الموضه باللون الاسود وقد ما كان هيك في ستايل مختلف بضل عاطي تقله. ايه؟ يعني اللون الاسود هو الوحيد اللي بعتبر انه حيا لعمر وحيا لشاب بيلبق له انه يكون على الموضه، يعني حتى انه بتشوفي بتاني لوك جاكيت لحديت النص كم اوفر سايز بيرجع بصير ضيق بس ما بتنزعج. لك يعني ديفرنت ستايلز بس عن جد كلهم حلوين. كلهم حلوين، مع انه انا ما بحب انه الرجال عاده، بشوف كثير رجال بالمناسبات الرسميه بيلبسوا الشميز السوداء مع البدله السوداء، وهذا الشيء الطريقه الوحيده اللي بتفقر فيها البدله هي انك تلبسي الشميز السوداء مع البدله. آه، الا اذا كانت مات او جاكيت
فيها شيء ستايلش مثل ما عم نشوف هون، فيها بروشيت، فيها حركه، فيها شيء بالكوت، ساعتها بنضل على الطريقه الرسميه مثل اول صوره، الشميز البيضاء والبليزر السوداء. هيدي ارتب طريقه انه تلبسوا فيها البدله بحياتها، ما تكون الشميز سوداء بعرس او بمناسبه رسميه بتفقرها، لازم يكون لون ثاني يعني اكيد، لانه بتفقرها، الا اذا كانت ستايلش، اذا كنتوا لابسين تي شيرت تطلع كثير. يلا صوره جديده، صورة جديدة هون عم نشوف الشميز الاوفر سايز اللي دارجة عند الشباب فوق الاوتفيت، هيدا عادة نحن بنلبسها هلا دارجة عندهم، او يكون شميزتين فوق بعض، او تكون كثير طويلة لطول البرميودا، او تنحط التي شيرت فوق الشميز، يعني الشميز الاوفر سايز هي من التوب ترندز عند الشباب. بس كأنه الموضة منوعة كثير، يعني كأنه دارج كل شيء هيك حاسة. هن عندهم ايه على طول، عند الشباب بتدرج كل الالوان وكل الترندز، نحن عندنا بتتحدد. اوكي. بس هلا هن مفتوحة أكثر يعني انه ايه، وبضل عندهم الاشياء التقليديه اللي بتبقى تايملس عن على طول اللي ما بتتغيرها، نحن ما عندنا اياها، نحن كل جنريشن وكل فتره بتتغير الموضه بكاملها، يعني بتنتقل على شيء جديد. هيدي من الاشياء اللي بنتفرج عليها وما بنلبسها، اللي هي الكات اوتس. الكات اوتس كثير دارجين عند الشباب، اللي هو يكون في فراغات بالقماش بالاوتفيت، بتشوفيها عند البنات. هلا عند البنات بتلبق اكثر لانه بتبقى الاوتفيت على قد جسمها، بيبقى في كات اوتس بمحلات مرتبه معينه مثلا تلبق له، بس عند الشباب بتفقر اللوك. وانا من الاشخاص اللي اذا كان في كات اوت بالاوتفيت عند الشباب او التي شيرت بتلالي، هي من الشغلتين اللي بتشوفيها كثير بلاقيها انه ما مرتبه كثير. يعني يا تي شيرت تلالي يا كات اوت بالاوتفيت، هذا الشيء ما بيطلع مرتب على الشباب. موجود على الرانوي باكبر براندز، بجاك ميوس، بريك اوينز، يعني عم نشوف براندز عالميه عم يستعملوا. بس هول الجيم يتسلوا فيهم بالجيم، بالجيم بسهون على الجيم قد ما بدكم. على الصورة اللي بعدها معنا ثلاث صور. هو اللي حكينا على الصندال، في الصندال وفي السليبرز. أنا لقلنا للبنات كمان ولا بس للشباب؟ الشباب والبنات وهن زيتهم، يعني هو الجندر بدهم يمشوا بالصيف اكيد. نوي رح نشوفهم كثير بالصيف ومع الكعب الدبش كمان، وجندر ليس، يعني هن زيتهم بنلبسهم نحن والشباب. هلا انا بالعاده من الاشخاص اللي ما بحب الصندال من اساسه، يعني اذا ما كان كعب اصلا هيدا ستايل، يعني انه كثير مش فيمينين، يعني حتى مع كلسه. هلا في كثير اشخاص بتلبق له وكل شيء، انا هيدا الراي الشخصي لانه انا كثير تقليديه بالموضه وبحب الاشياء الفينتج كثير، ما بقدر اتقبل ولا ساندلز. السليبرز بلاقيهم حلوين اذا كنتوا لابسين اكتيف وير او شوي هيك جانجستر لوك، لابسين شوي اوتفيت سبار ستريت ستايل، يمكن او نازلين على البول مثلا، في قصص بتقطع او انه عرفت شيء سريع على البحر. بس هون عم نشوف، بس بالحياه العاده تروحوا تسهروا هيك مثلا كارثه. هون عم نشوف البومبر جاكيت. البومبر جاكيت يلي درجة عند الشباب والبنات، وانا بس عم روح شوف التيب، بروح على سكشن الشباب بنقي البومبر جاكيت، لانه بس تكون اوفر سايزد ومن الكولكشن تبعهم بتبقى اجمل. هي اليونيفرسيتي جاكيت اذا بدك عند الامريكان، اللي بتكون عليها بادجيت عليها، هيدا من الترندز التايملس عند الشباب وبتضل دارجه على طول، يعني بتلاقوها على طول بخزنتهم وما بتبطل مودتها، يعني من سنه لسنه بتضل البومبر جاكيت دارجه. هون عم نشوفها ببراندز مثل فيفيتون، براندز عالميه، وهي اتس يونيفرسيتي بومبر جاكيت بالاساس، يعني كانوا يلبسوها طلاب الجامعات هالجاكيت، تكون في بادج الجامعه. اكيد بيكون عليها بادج الجامعه، هلا صارت من التوب ترندز عند الشباب. بعد في صوره زمان صح. اخر صوره هون بس فرجيت اياهم لزينب، نقزت وقالت لي بليز ما حدا يقرب على هيدا الترند، هو الميتاليك ترند عند الشباب، عند الشباب انه يكون في لمعه بالقماش. هيدي كمان كانت دارجه من زمان، اذا بتطلع هلا اللي بيشتغلوا يعني بقصص فنيه، ممكن على الريد كاربت او يعني بتلبق لمحلات معينه. مزبوط معك حق، يعني اول لوك حتى بذكرك بالفينتج ستايل، كانت دارجه هي من زمان بفتره من زيتي. ايه من فتره من الفترات كانت دارجه انك تلبس البدله كلها بهيدي اللمعيه. أوكي. بس هيدي بتحسيها اكثر بتلبق للاجانب، يعني نحن بتنقز شوي علينا، خاصه انه اغلبيتنا سمر وشعرنا اسود، بتحس الميتاليك ستايل بينقز على الشباب. هو للبنات وصعب، يعني الميتاليك حتى صحيح. للبنات كثير دقيق انا بلاقيه، او انه بده يكون في قطعه، ما فيك تكوني لابسه كلك. مزبوط، هيدي هيك كانت جوله مهمه، يعني على اخر صيحات الموضه عند الشباب لل 2000. بس انه انا وانت بنوقف على صوره صورتين بس، يعني البسوا هولي بس. شاطل عز، ميرسي، يعطيك الف عافيه على هالشغل الحلو. كل مره بنلتقي اكيد انا وانت قريبا، رح نتابع وهلا مع لنعرف اكثر مع خبيره الاتيكيت كارمن حجر.